بعد ساعات قليلة من قبول استقالة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بدأت التكهنات بمن سيخلفها. وفيما يبدو أنه بالون اختبار، أعلن ترامب أن إيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة بقوة في هذا الأمر، على الرغم من عدم تأكيده أنه سيرشحها. أعتقد أن ترشيح إيفانكا سيكون أمرا مذهلا، لكن هذا لا يعني أنني سأختارها، لأنهم قد يتهمونني بالمحسوبية رغم أنني لست متأكدا من وجود أي شخص أكثر كفاءة منها في العالم. لكننا نناقش العديد من الأسماء، ومن المثير للاهتمام أن الاسم الذي ذكرته للتو قد تم طرحه. كان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال في وقت سابق أن نيكي هيلي ستبقى في منصبها حتى نهاية العام الجاري، موجها الشكر لها على مجهوداتها خلال المدة التي قضتها في منصبها. وأوضح ترامب خلال اجتماع له مع نيكي هيلي في البيت الأبيض أن هناك العديد من الأشخاص يستطيعون شغل هذا المنصب المهم، لافتا إلى أنه سيعلن عن اسمه خلال أسبوعين أو ثلاثة وربما قبل ذلك. ومن بين الأسماء التي تحدث عنها ترامب، الأمريكية من أصل مصري دينا باول، المسؤولة التنفيذية السابقة في بنك جولدمان ساكس والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض. حسنا، دينا بالتأكيد شخص سوف أضعه في الاعتبار، وهي قيد النظر لدينا، لقد سمعت الكثير من الأسماء. كانت دينا باول استقالت من منصبها كمستشارة في البيت الأبيض عقب قرار واشنطن نقل سفارتها واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، غير أن سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن باول كانت تعتزم البقاء سنة واحدة في منصبها.